حملة هذه تفوت مليون مشترك في الحملة، مش مليون مقاطع، مقاطع للمواد الغذائية اللي تشهد ارتفاع في الأسعار. الحملة هذه كيف جات؟ جات من الارتفاع متاع أسعار البطاطا وارتفاع أسعار البنان. البطاطا في بعض المناطق فاتت 3000، والبنان زاد نعرفه غالي، لكن زاد وصلوا في بعض المناطق أنه يتعدى 7000. الحملة هذه ضغط على مواقع التواصل الاجتماعي، هل هي حملة نجم تجيب نتائج إلا لا؟ وهل أصبحت اليوم مواقع التواصل الاجتماعي هي الحل؟ التعليق على هذه الحملة ونتائج هذه الحملة يحضر معنا في المباشر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سسليم سعدالة. سسليم صباح الفل ومرحبا بيك. صباح الخير، مرحبا بيك ومرحبا بمستمعي إذاعة ديوان فهم. شكرا لك سسليم، شكرا على قبول دعوتنا، مرحبا بيك. بايكوت، قاطع الغلاء، تعيش بالقداء، قاطع البطاطا وقاطع البنان، هذا معناتها الشعار اللي بديت به الحملة. تبعت ساعة سسليم، عندك فكرة عن الحملة هذه؟ شاركت فيها وإلا لا؟ شكرا على الاستضافة. شوف، منظمة دفاع المستهلك راهو مستبدا في بالك اللي في 2013 اللي أول عملية مقاطعة انطلقت من منظمة دفاع المستهلك، واللي قلنا راهي ثقافة، هذه ثقافة اللي لازمنا اليوم نرسخوها في المجتمع متاعنا، في المجتمع، في المستهلك التونسي والمجتمع المدني مع الإعلام زادة ما ننساوش، اللي راهو كان شريك وهو اللي هو شريك باقي في العمليات هذه. اليوم تعرف سلاح المستهلك هي المقاطعة بالأسعار اللي فيها تشهد ارتفاع غير مسبق، مع تتساند بقوة هذه الحملة. سسليم، نعم، تساند هذه الحملة بقوة، معناتها أنت معها، نساندوها نحن، قلت لك نحن اللي طالبنا، أنتم اللي بديتوا بها هذه بنرفعها في البلاد. كيفاش ما نساندهاش؟ نساندها ونساند كل حملة مقاطعة ما عندنا حتى إشكال كمنظمة وطنية. اليوم نتابعوا في الحملة هذه، واللي شهدت يظهر لي تبارك الله هاكم ريتو، معناتها خلال أسبوع معناتها وصلت فوق المليون مشارك. يقول لك اليوم أنا نقاطع الغلاء، وهذا اللي حسيتنا به اليوم. اليوم في غياب المراقبة، في غياب معناتها باش نوقفوا الارتفاع الغير مسبق في الأسعار، إلا ويكون سلاح المستهلك التونسي باش يكون باش يقاطع. أنا نقاطع وأنت تقاطع، راهي غدوة الأسعار باش تتراجع. ورينا التراجع في الأسعار، بدينا نلاحظوا فيه آخر الأسبوع هذايا، واللي بدات تعطي في النتيجة نتاعو في مادة البطاطا اللي البارح تباعت ب 13180 وب 14100 وب 14150، اللي كانت ب 2500 وصلت حتى ل 2500 وهذايا حتى 3000 في بعض المناطق. بالضبط، ما نغلطكش، وصلت بعض ب 3000، وهذايا تعرف أنت جات معناتها العملية الانتخابية والناس كل لاهية بالانتخابات وعد الكل، إلا ويبروفيت معناتها في المستهلك هذايا، نحن قاعدين نخلصوا في الفاتورة. لا، اليوم نقولوا ستوب، اليوم فما المقاطعة، معناتها يتحمل مسؤوليته السيد اللي باش يرفع في الأسعار، يعرف روحه وصنع على شنو قادم، رئيس السلعة مش تقعد عنده. خليه يخمش اليوم الشعار الهاشتاج معناتها بتاع الحملة هذه، خليه يخمش، يعني قاطعوا المنتوجات هذه، خليها تتلف عند التجار وعند البياعة، وإحنا رانا مانيش باش نشريوها. ترى أنه الحملة هذه باش تنجح سسليم، باش تواصل في الضغط هذا اليوم؟ صحيح فما ضغط، ربما البطاطا انخفضت وحتى البنان بدأت الأسعار تنخفض، ونشوف في حماسة كبيرة في الجروب هذا، الناس ماهيش مسلمة وماشية جوسكو بو معناتها في المقاطعة اليوم. فما دعوات حتى لزقوق، وحنا نستعدوا لزقوق سسليم، 31 دينار راه زقوق وصل توا. شوف، نحكيو توا نتعديو لزقوق اللي وصل ب 31 دينار، ومش السنه الفارطه، السنه اللي قبلها، وطالبت منظمه دفاع المستهلك بالمقاطعه، ونعطي لي ريزولتا اللي برشا معناتها خرجنا وقتها لي ريزولتا نتاعنا، وصلنا ببعض الاماكن وصلنا 90% مقاطعه في زقوق، وهذا معناتها من المتاكد. وصل معناتها قبل نهارين من المولد اللي كان وقتها ب 28 دينار، نذكر مليح التوانسه، وصل ب 11 وب 12 وب 13 دينار الكيلو ليله المولد، وهذايا معناتها استجابه وقتها للمقاطعه اللي طلبناها في ماده زقوق. السنه ب 31 دينار، وباش نعاودوا السنه وبدينا فيها، ومع المقاطعه هذه كما قلنا نحن اللي سعر الراوه ارتفع الا ونقاطعوه، وهذاك هو السلاح نتاع المستهلك اليوم باش يدافع به على روحه، وهذايا هو اللي اليوم لازمنا نمشيو فيه. كل مواطن تونسي اللي باش يخلي معناتها إراء غير مسبق يقاطع، وتترى تراجع الأسعار فيت فيه، معناتها تراها في خلال أسبوع تراها معناتها التراجع هذايا،
وهذاك هو اليوم السلاح الوحيد اللي قيناه نحن كمجتمع مدني معناتها في الارتفاع الغير مسبق في الاسعار. محلاها باب معناتها تكتا صحة الدنيا فوالا اب على الحمله هذايا تكتصح الدنيا. وانت قاعد في بلاصتك انه فما حتى دعوات لوزاره التجاره خليكم ما تقعدوش انتم تتصرفوا تو احنا بالاب نتاعنا نعدلوا الاسواق ونعدلوا الاسعار والامور تمشي بالقدا. انا شفت فما تصويره على مواقع الحمله هذايا قفه نتاع مواطن احنا رانا موصلين حتىش القفه هذايا توصل ب 20 دينار تحس شي شويه فما ربما نعرفش انا نقولوا احنا مبالغه في الموضوع لأنه نعرف اليوم القدرة الشرائية ونعرف الارتفاع متاع بعض الأسعار لأنه القفة متاع 20 دينار قبل كانت في سنة 2010 2009 2011 ماشي هي القفة اليوم يعني نجم نرجع القفة اليوم ب 20 دينار ولا فما بعض ربما الركوب على الحدث وفما بعض هكا معناتها المبالغة شوية في الموضوع سي سليم. لا إيش أقول لك راهو تقول لي مبالغة نقول لك أنت تطلب المستحيل معناتها باش تتراجع فما أسعار خاطر فما أسعار تكلفة ساعة باش نبداو متفاهمين نكونوا معناتها لهنا فما حاجات اللي هي فما أسعار تكلفة فيها ما نجموش نتراجعوا فيها وما نجموش باش نطلبوا معناتها إذا فما فلاح ولا منتج قاعد ينتج بك الإنتاج نتاعو فما تكلفة قاعدة تكلف عليه ما نجموش نخسروه على خاطر غدوة ما عادش باش تلقاه غدوة ما عادش المادة هذيك باش تلقاها. لكن أنا اللي نطالبه نحن كمجتمع مدني كمنظمة وطنية نطالبه الأسعار الغير مسبقة. كيفاش الأسعار الغير مسبقة؟ هذه ساعة ساعة أنت ترى معناتها في ليلة ونهار نعطيك فكرة وصلت الطماطم معناتها تتباع ب 800 فرنك من غدوة 3 4 أيام تصبح ب 2800 شنو اللي صار؟ شنو اللي كان؟ اش فما؟ علاش؟ لهنا نعاودوا نرجعوا في عديد المواد اللي هي تشهد معناتها الإنتاج نتاعها متوفر وما تدخلش اسواق الجمله معناتها اللي باش تعدل الاسعار تلقى معناتها الانتاج نتاعنا يعدي كيما نقولوا 300 ولا 400 طن وتلقى سوق الجمله تخل معناتها الكميه اللي دخلت 30 ولا 40 طرناطه باش يتباع السعر الريفيرونس باغلى سعر لكن انت تهبط للسوق تلقاها موجوده باش تلقاها باش تلقاها بالسعر المرتفع. هذا اللي نحن طلبنا فيه عديد السنوات واللي نقولوا هاهم المضاربين وين هاو كيفاش قاعده تصير هاهم الفريجوات قاعده تعمل فينا اللي تخلقت معناتها الفريجوات البارح معناتها باش تكون نعمل التونسي صحيح ياخذ الفلاح ويرقد الكميه هذيك وقت تبدا فما نقص يخرج ياخذ الربح نتاعو معنا حتى اشكال لكن نلقاو ربح معناتها مشت وتلقى المستهلك الحاله نتاعو يعلم بها ربي معناتها في الظروف هذيا في السنوات هذه ويلقى ارتفاع غير مسبق في الماده هذيك وتبقى السوانسه واقفه شاده صف باش تاخذ زاده بالسعر هذاك هذا مش معقول. اذا اليوم نحن البطاطا معناتها سعرها وصلت ب 2500 وب 3000 فرنك اخي كان قطعناها جمعه ولا 10 ايام باش نموتوا ما نموتوش نقص نوقفوها يا خويا خليها تقعد عنده غادي باش يعاود يرجع روحه هو حتى السيد الديبار من عنده باش يقول له يا خويا العزيز راهو وقف المواطن قال لك ماشيش بالسعر هذا يولي يبدل حسابه غدوه باش يرفع في السعر يقول لك يا خويا يخرجوا لي هذوما جماعه المقاطعه وترسيلي فهمتي ولا والحمله ماشي وتكبر معناتها الكميه معناتها قاعده عندي غاديكا باش تتلوح معناتها مانيش باش نبيعها يولي حاسب روحه ويقول لك لا يا خويا ما نطلعش السعر وهذا هو الدور اللي لازم نقوموا به. اب كونتوني افير اب بالنسبه للاسعار المرتفعه. شكرا سي سليم سعد الله رئيس منظمه الدفاع عن المستهلك يعطيك الصحه على التدخل وعلى جميع الايضاحات. سي سليم يقول انا نساند بكل قوه هذه الحمله وواصلوا الناس الكل في حمله البقاطه بايكوت قطع الغلاء تعيش بالقدا خليه يخمج. هذه هي الحمله اللي بدات على البطاطا وبدات على البنان اليوم حتى الهدف نتاعها زقوقو ميسالش. شكرا لكل الناس اللي كانت عندها الفكره نتاع الحمله هذيا لانه بالحملات هذيا نجموا نعدلوا السوق ونجموا نخموا في الزوالي ونجموا بطبيعه ما نخليو حتى حد يعديها علينا ويرفع في الاسعار كما يحب هو. شكرا لكم جميعا. شكرا لزينب اللي كانت في استقبال المكالمات الهاتفيه. شكرا لتهاني اليوم سعيد ميلادها ان شاء الله كل عام وانت حابه بخير ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمني يا جميله الجميلات. شكرا لايمن المسعودي اللي كان في